مرحبا، أنا أجيت. عمر بتعرفه؟ تعال لا تواخذونا. شو صار لك؟ أوجان لا تساوي لنا مشاكل، امشي. هالمحل حلو ها؟ مرحبا، منيح أنك ما تأخرتي. نطلع على المسرح؟ أنا متوترة شوي بس منطلع. أنتي رح تعمليها، نسيتي أنك غنيتي قدام هديك اللجنة؟ معقولة تخافي من هيك مكان؟ رح تنجحي أختي. كيفك صديقي؟ بدي أسألك، بتحبوا ساعدكن وأطلع معكن على المسرح؟ ليش؟ ما بعرف بس هيك خطر على بالي. يعني بعمل تغيير أو بضيف لون على الفرقة أو برقص بهالطريقة، شو رأيك؟ ممكن غير مرة. على راسي. يلا آسيا. موفقين. عمر سمعته ما؟ رح أطلع على المسرح المرة الجاي. ما هو فنان وبيعرف بالفنانين وفوراً شاف النجومية اللي عندي. أنا برأيي إنه هو نيمك هلأ لأنه خاف إنك تسرق النجومية منه، فلا تفرح كثير. عن جد مو معقول قديش بتغار. إيش شو بدي ساوي لك إذا أنا ولدت لكون نجم؟ طيب يا حضرة النجم خلينا نقعد. وين نقعد؟ هنيك منيح. لا هون، امشي لشوف. يلا تعال. آسيا أخي طول بالك شوي. أنا سويت شاي، بتشربي؟ أوه، شاي قدير المشهور، معقول ما أشرب؟ الله يسامحك. أنت بتشربي؟ إيه، بما أنه كتير مشهور، إيه بشرب. ألو؟ مساء الخير سيد قدير، صار تطور بموضوع قضيتكم، إذا بتجوا على المغفر بكرة بيكونوا منيحين. بكرة؟ بنيجي هلا. ماشي، عم بستناك. قال في تطور بخصوص القضية ولازم نروح على المغفر. بالله عن جد؟ ايه يلا. هي بتعرف اني سرقت المصاري؟ لا والله. وقفي ميليسا، اذا بدك روحي على بيتك وانا بحاكيكي بعدين. ليش؟ ماني مستعجلة، فيني روح معكم. بلا ما تتعبي، روحي على البيت احسن لك. أنا جاهزة، فينا نروح. إيه يلا تعالي، من وصلك عم أوقف التاكسي. لا أنا بروح لحالي. ميليسا، اتضايقتي مني؟ أنت قول قدير، سويت شي لحتى اتضايق؟ لا. ما علينا، بلا ما تتأخروا أكتر، امشي. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.